وافقت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية على الاستخدام الطارئ لتطعيم فايزر بايونتك المطور ضد فيروس كورونا، وأعلنت وزارة الصحة توفر دفعة من التطعيم المطور المضاد لفيروس كورونا والمتحورات الجديدة من مراكز الرعاية الصحية الأولية. للمزيد حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة الدكتورة نجاة أبو الفتح، مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة. أهلا بك دكتورة نجاة في نشرة الثالثة، نشكرك على قبول هذه الدعوة والمشاركة في نشرة الأخبار. ما أهمية الحصول على تطعيم فايزر المطور، وما هي الفئة العمرية المستهدفة لهذا التطعيم؟ مساء الخير. بالنسبة للتطعيم الجديد اللي هو التطعيم المطور، تم منح تصريح طارئ للقاح فايزر بايوتكنيك المطور من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بمملكة البحرين. ويتكون هذه اللقاح من مكونين، مكون من النوع السابق ومكون جديد اللي هو للأوميكرون. وطبعا هذه بيأمن حماية من المتحور الجديد اللي أكثر انتشارا في الوقت الحالي، وبالتالي ننصح المؤهلين لتلقي الجرعات المنشطة لأخذ اللقاح للحصول على المناعة المرجوة، وكذلك اللي هو لحمايتهم بتخفيف الأعراض وحمايتهم من المضاعفات. بالنسبة حق الفئات المستهدفة هي من عمر 12 عام فما فوق، وللذين تلقوا الجرعتين الأساسيتين من اللقاح يعني فايزر أو أي نوع من اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد 19، وهو بيكون كجرعة منشطة. نعم دكتورة نجاة، ما هي آلية التسجيل لأخذ هذه الجرعة من التطعيم؟ متوفر اللقاح في بعض المراكز الصحية الموزعة على أنحاء المملكة لتسهيل الحصول على الخدمة في المركز الأقرب لمنطقة السكن. وطبعا هذه المراكز الصحية ممكن أن الشخص يتوجه إليها مباشرة، وبيتم الإعلان عن هاي المراكز من خلال الموقع الإلكتروني. نعم دكتورة نجاة، ذكرتي هذه المعلومة مسبقا ولكن نود تأكيدها للسادة المشاهدين. يمكن لجميع الأشخاص الذين تلقوا جرعات تطعيم حتى من شركات أخرى الحصول على هذه الجرعة المطورة، أليس كذلك؟ اي نعم، بتكون هي كجرعة منشطة من أي لقاح ثاني، ممكن إذا أخذوا الجرعتين يأخذون هذه الجرعة كجرعة منشطة. نعم الدكتورة نجاة أبو الفتح، مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة، كنت معنا ضيفة كريمة في نشرة الثالثة، شكرا جزيلا لك.